صالح منتخب مصر الوطن. قبل المباراة نزل السيد المستشار السيد اسماعيل الدوساقي محافظ اسكندرية وسلم على اللاعبين، وكان معاه الاستاذ احمد خيري امين عام الحزب الوطني واللواء بشر حرب بنظام الشباب واعضاء مجلس ادارة الاتحاد منهم كابتن طلعت فواز والاستاذ فوزي غانم كانوا موجودين كلهم. طارق وبيجرب طارق ويمسكها فاليري. طارق لابس نمرة تقريبا في نص ملعب بيلاروسي زي ما حضراتكم متابعين وشايفين. احمد شاري بيعدلها وتطول وتروح لفاليري. فاليري شانتالوسو بيعمل اوفر الناحية الثانية وبره راجع يعني متقدم هيثم الحقيقة من خط الظهر وراجع اهو بكل رشاقة وادى واجب هجومي وطلع ولعبها بدماغه كويس. اهو هنشوف مرة ثانية احمد حسن وادي هيثم فاروق علي فوق كلهم بس كان وطى دماغه شويه كان ممكن تيجي بين الثلاث خط. احمد حسن اسماعيل يوسف اسماعيل بيجري لابراهيم والعمل ابراهيم فعلا وبالعرض بالعرض بالعرض ابراهيم بالعرض ابراهيم حسام حسن ناحيه ثانيه وجول 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 وجول. الجول الاول حسام حسن لسه بقول لحضراتكم لسه بقول اهو هنشوف مره ثانيه ادي ابراهيم وبالعرض وادي حسام عالي فوق بدماغه بالزاويه البعيده جول واحد لا شيء واحد لا شيء. وكان الحقيقه احمد طبعا يبقى جميل قوي ان يبقى المصري اكثر من محترف زي دي. هاني رمزي متقدم وفي الجناح الايمن يعني حضراتكم تتصوروا المنظر. وادي حسام تاني وادي حسام وهرجك ادي حسام حسن. انا بقول يا جماعه هاني رمزي اهو ده راجل مفروض في خط الظهر تقدم وبقى في الجناح الايمن وعمل اوفر جميل قوي قوي وحسام المتالق اهو هنشوفه مره ثانيه اهو حسام وبس رجع هنا منه. لكن اسماعيل يوسف هنا مغطي بثقه اسماعيل وخبره كبيره اماميه الى مجدي طلبه وايضا عنصر خبره كبير ومجدي وحسام عرض لك عرض لك ايه كورة بالعرض دي جابلها جوال كتير قوي قوي يعني كان ممكن دي تالت فرصة اهو. عم نقول اما نقول بقى الناحية التانية حسين السيد فدا وامامية الى حسام حسن حسام ومعاه نمرة اربعة سيرجي ولعبها الى طارق وحنا طارق كويس وماشي طارق وماشي طارق ورايح له هناك الناحية التانية يوبا نمرة سبعة اسماعيل يوسف ايه بالسباع وبالسقف. برافو يا اولاد برافو يا اولاد لكن نحس ان في حاجة عايزة تتقال في جملة عايزة تكمل اهو اسماعيل وكان مستنيها اسماعيل بس وتاني هاني رمزي وتترد هنا هجمه خطر لكن ابراهيم يتحصل ابراهيم جوه 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 وجدح بن زياش اول اختبار له واول انفراد اول انفراد اهو نمرة 11 فلاديمير ماكو هاني رمزي اوفر يا ترى من هاني لا والله هاني مشاه بينيا لحسن حسن حسام حسن لاحمد ساري احمد هات خد يا ولد يا ولد احمد وحد احمد وحد احمد اطول من ابو حميد اطول اطول وضربة مرمى في تغيير نمرة 17 هينزل ميخائيل داتسكو نمرة 17 هيخرج اوليك شيريانوفسكي استاد اسكندرية ايضا وجود كبير هنا هي بتزداد احلى ما يمكن استاذ عمراوي وزملائه جميعا وبتعلى وتاني نمرة خمسة هيثم فاروق بره يبقى شفنا هيثم دي تاني مرة أو ثالث مرة يطلع ويلعب كرة وهيثم فاروق أمامية من هيثم لحسام حسن وشفنا وبيجي له طرف لكن حسام بيغير لعب تاني عند إبراهيم وخد وخد ومجدي طلبة وفاليريك شانتا لصوب وبيحافظ عليه وبيسلم عليه مجدي طلبة أيضا حسام حسن وشوف إعادة للكرة اللي فاتت مجدي الى هيثم فاروق منتظرها وهيثم عمليه لاحمد ساري احمد ساري عايز يشوف حد من احمد ساري من هيثم بص حلو وتعمل استحلال حسام حسن بالتنميه اهو بيعتذر له راجع احمد حسن اهو هنشوف مره ثانيه خدها كويس قوي الحقيقه احمد ساري برافو احمد ساري وعملها وش رجله الخارجي جميله جدا لكن كان مستنيها حسام لكن احمد طارق مصطفى وماشي واماميه حلوه قوي عند احمد ساري يلا يا احمد ورينا يلا يا احمد
احمد سالم وجماهيره وحتته ويمسكها. فاليري استعجل شويه، استعجل وضربه رجليه، استعجل وكان حسام حسن جاي وكان على مهلك شويه بس يوسف مره ثانيه. احمد حسن ونمره 21 اسامه نبي، يلا يا اسامه، اسامه وبالعرض اسامه وتوصل احمد سالم، احمد سالم، احمد سالم، يجيب جول جميل قوي الحقيقه في الدقيقه 34. احمد شاري، احمد شاري الجول الثاني لمصر في الدقيقه 34. طبعا اعلام نادي الاتحاد واعلام مصر كلها واعلام في المدرجات الدرجه الثالثه، اللون الاخضر طبعا الغالب، واللون طبعا على مصر كتيره جدا اكتر بكتير، لكن يعني برضو المشجعين نادي الاتحاد يقولوا احنا موجودين مع بقيه الجماهير بنشجع. واحمد ساري و2-0 كده. وتاني مدحت الى هاني رمزي، هيثم فاروق، هيثم هيجرب، هيثم هيجرب وشوط جميله ضعيفه بس تتمسك على طول، برافو. لوري افان لكن لسه ما سخنش وتترد مره ثانيه. جورافيل اماميه الى لوري ومعاه طارق مصطفى، ومعاه طارق، ومعاه طارق، برافو يا طارق، برافو يا طارق. ضربه ركنيه هنا بقى طارق واجبه الدفاعي واحمد حسن بالوسط ولوري انطونوفيتش بالعرض وتاني ابراهيم حسن قال لك بمبدا السلامه وطلعها ضربه ركنيه احسن كده قوي. ضربه ركنيه ان شاء الله تكون تجربه مفيده، ان شاء الله يكون الكابتنين فاروق جعفر ومحمود الخطيب نادر عليا وسامه نبيه تطول ورمي التماس مره ثانيه وبتصفر الحكم الدولي.